في وقت ترسم فيه التكنولوجيا والابتكار اقتصاد المستقبل، يبرز في إمارة الشارقة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كوجهة رائدة وحاضنة مثالية لكبرى المشاريع التي تواكب متطلبات العصر. في التقرير التالي مراسلنا وليد الأصبحي يرصد لنا آخر هذه المشاريع، وهو المرحلة الثانية من القطار المعلق. الجيل الجديد من قطارات المستقبل والتنقل الذكي، هكذا ستكون، تأخذك في رحلة عبر الزمن. جهوزية هذا المشروع النوعي نتعرف عليها هنا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. بعد مرحلة أولى شهدت إطلاق القطار المعلق، ها هي المرحلة الثانية للقطار على أعتاب مراحلها الأخيرة لتكون جاهزة مع نهاية العام الجاري في مشروع نوعي ضخم يشكل نقلة في طرق ووسائل النقل الذكية المستدامة، خاصة في ظل ما يقدمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لمختلف الشركات والمستثمرين من بيئة جاذبة ومحفزة جعلت منه مكانا يشكل ثقلا اقتصاديا ومعرفيا هاما لأبرز التقنيات الحديثة، وهو ما تضعه الإمارة نصب عينيها لتكون عاصمة عالمية للابتكار. نهدف إن شاء الله من خلال هذا المشروع، وتهدف أصلا الشركة إلى إبراز إمكانية هذه التقنية وإمكانية هذه الشركة، وطبعا بيعها لمختلف الجهات. إمارة الشارقة مهتمة في هذه التقنية، وطبعا بادر صاحب السمو حاكم الشارقة في يعني الاهتمام بهذه التقنية واحتضان هذه التقنية. يهدف المشروع هذا إلى تطوير قطارات المستقبل الخاصة بقطارات الركاب، وخاصة والقطارات الخاصة بالشحن. المشروع هذا طبعا مشروع له أبعاد كبيرة. البعد الأول طبعا توطين صناعة متقدمة في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة في موضوع الصناعات المتقدمة. الهدف الثاني طبعا تطوير براءات اختراع وتطوير تقنيات إن شاء الله من إمارات الشارقة، وطبعا هاي الفرصة فرصة كبيرة للجامعات وللطلبة أنهم يخرطون في العمل مع الشركات في هذا المجال وتطوير تقنيات من الإمارة إن شاء الله، يعني تحاكي المستقبل وأيضا تحاكي الصناعات المتقدمة. والهدف الثالث طبعا هو بناء مشاريع تقنية وبناء كيانات اقتصادية تدعم اقتصاد الإمارة وتوفر وظائف. وعن مراحل المشروع في أرض الواقع، انطلقنا رفقة كاميرا أخبار الدار لنرصد على بعد كيلومترات قليلة من المجمع مسار المرحلة الثانية لمشروع تجارب القطار، وتحديدا بمركز يوسكاي للاختبارات والاعتماد الآخذ من الإمارة منصة للانطلاق للعالم، وهو ما كشفه لنا المدير التنفيذي للمشروع خلال استعراضه لنا تفاصيل خطوط النقل المكتملة لحد كبير وفق المخطط الزمني وخطة المشروع. كما ترى هذا هو الخط الجديد، ونظام النقل المعلق سيوفر حلولا جديدة للنقل، ونحن نقترب من نهاية المرحلة الثانية وسيكون النموذج الحي لمشروعنا متاحا، ويمكن لرحلة العربة أن تستغرق أقل من دقيقة للسفر في مساره البالغ طوله 400 متر وبسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة. ليس هذا فقط ما رصدته الكاميرا في المشروع ذي المفهوم الحديث للتنقل الحضري داخل المدن، وهو ما يجسده هذا النموذج الحي والحصري الراسم لمراحل المشروع بشكله النهائي، لننطلق بعدها للتعرف على آخر الإضافات الحية، وهي مركبة الركاب المتسعة لعدد أكبر مما رصد في المركبة الأولى. هذا هو القطار، أصبح جاهزاً الآن، وسنقوم بإجراء بعض التجارب لنرى جهوزيته لأن يصبح جاهزاً ويمكن تشغيله، حيث تجري عمليات البحث والتطوير والاختبار على تلك التقنيات الحديثة هنا في الشارقة، وسيتم تسويقها لاحقاً في كبرى العواصم العالمية، وهو يضمن السلامة والحد من الأضرار البيئية ووسيلة نقل حديثة. إذن نحن أمام تكنولوجيا ثورية في وسائل النقل المستدامة المواكبة للعصر،
فما يحتضنه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار من مشاريع ضخمة ليس قاصرا فقط على القطار المعلق، فعلى أرض الواقع هناك مشاريع أخرى يحتضنها المجمع السائر بخطى واثقة، ليكون علامة فارقة في سجل الإمارة الساعية لأن تكون عاصمة للابتكار، كتلك السيارة العاملة بالطاقة الشمسية، ناهيك عن التطور والتأهيل المتاح أمام الكادر البشري الوطني، ففرصة الاقتراب بشكل كبير من مشاريع كهذه تولد الإبداع وتعزز المهارات في ظل استراتيجية وطنية واضحة بمواكبة المستقبل.